الرابع والإصحاح الخامس، بداية الموعظة على الجبل لحد آية 16، من 1 ل 16. وإحنا عارفين إن ربنا يسوع المسيح كانت بتسحمه جموع كثيرة، ما ابتدى بعد ما نزل من الجبل بعد التجربة، اختار تلاميذه وابتدى يعلم الشعب والجموع، فابتدت تتبعه ناس كثيرة عشان تسمع كلماته. واتباع الناس كتير عشان يسمعوا كلامه، الناس كانت بتسمع وبتحب تسمع لكلامه، ولكن كان الأكترية عشان كانت الآيات والمعجزات اللي بيعملها، لدرجة ان هم جابوا كل المرضى والمجانين والمفلوجين عشان يحطوهم قدامه عشان يشفيهم، لان كانت قوته لشفائهم. فكتير من الناس بتتبع ربنا يسوع المسيح من أجل عمل المعجزة. وساعات كتيرة ممكن بعض مننا يعصر إذا طلب معجزة من ربنا وما تحققتش، أو تشفع بالقديسين عشان يحققوا له أمنية أو طلبة أو رغبة ملحة وما حصلتش. تبص تلاقيه ساعات يعصر في ربنا. وثقافة المعجزة اللي ابتدت تنتشر، لأن كل الناس عايزة آية، لدرجة ان في مرة ربنا يسوع المسيح قال لهم جيل فاسق شرير يطلب آية ولا تعطى له آية الا آية يونان النبي. وفي مرة اتزحموا عليه وكانوا بيطلبوه، بيقول لهم تطلبوني ليس لانكم رأيتم آيات، يعني بين قوسين فأمنتم، ولكن لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. يعني ساعات الواحد اما يلاقي اما طلب ربنا بقى في عنده خير كتير، فيبقى بيطلب ربنا مش عشان بركة ربنا تحل في قلبه وفي حياته وتبان صفات المسيح الحلوة في سلوكياته، ولكن عشان يبقى بركة ربنا دايما في ايديه ويحس بالخير اللي عنده. وده اللي ساعات كتير بيخلي الناس تعصر في كلمة ربنا. هنا معلمنا بولس الرسول بيقول لنا ان هو شاء فولدنا ثانية بالكلمة. يعني ايه؟ يعني اللي ابتدى يآمن بكلمة ربنا ويسلم نفسه ليها واصبح عنده كل الايمان بيها، بيتقدم للميلاد الثاني. وهذا الميلاد الثاني ليس ميلاد من الارض، ولكن زي ما ربنا يسوع المسيح قال المولود من الماء والروح. المولود من الجسد جسد هو، ولكن المولود من الروح هو روح. وعشان كده في ناس كتيرة ما بتقدرش تقبل كلمة ربنا وما بتقدرش تعيش بيها، لأنهم لسه لم ينالوا هذا الميلاد الثاني. مشيئة ربنا إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق ويقبلون. وبمعرفة الحق، بإن نكون بنآمن بكلمة ربنا حتى وإن كانت عكس مشيئتنا وعكس ظروفنا وعكس توقعاتنا وعكس إمكانياتنا، فما الواحد بيؤمن. حتى لو كانت عكس توقعاتنا وظروفنا وإمكانياتنا وقدراتنا ومهاراتنا واعتمادنا على شطارتنا، بنحس إن ساعات كلمة ربنا بتطلب منا حاجات أعلى من إمكانياتنا. وعشان كده الواحد ساعتها بيلجأ لربنا وبيلجأ بكل ضعفه لربنا ويرفع عينه ناحية السماء ويقول له يا رب أنت اللي أمرت بالوصية دي، فأنت اديني نعمة إن أنا أكمل بعمل نعمتك اللي انت طلبته مني. ربنا ما بيطلب وصية او بيقول للانسان وصية بيديله الامكانية على عملها، ولكن ساعات ما بيبقى الواحد بيقعد يفكر فيها ويحسبها بعقله، ممكن ان هو ما ينفذش الوصية. بداية عمل المعجزات اللي عملها ربنا يسوع المسيح انه راح في عرس قنا الجليل وخلص منهم الخمر. راحت طلبت منه العذراء وقالت له ليس لهم خمر. حست بحرج الناس لرقتها الشديدة فطلبت منه، فبعد ما قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، كانت الطلبة الوحيدة اللي قالتها العذراء او العظة القصيرة الوحيدة اللي قالتها العذراء مهما قالوا لكم فافعلوا. يعني مهما طلبت منك
وصية ربنا، ومهما طلبت منك الكلمة لو أطعت ليها، لو نفذت اللي فيها، لو سمحت من قلبك، لو أخلصت، لو اديت عشورك، لو عملت بكل وصية اتقالت لك في الكتاب المقدس، مهما قال لكم افعلوا، حتى لو كنت مش قادر، حتى لو كنت مش راضي، حتى لو كنت بتعافر، حتى لو كنت بتصارع، يبقى كلمة ربنا هتديك القوة والمعونة والنصرة. وفي الآخر هتبص تلاقي تقف في اليوم الأخير قدام كلمة ربنا اللي بتكشف مدى أمانتك في طاعتها. يقول لك أنا قلت لك سامح، ما سامحتش ليه؟ قلت لك ما تدنش، ما دنت ليه؟ فكلمة ربنا بتديك الإمكانية أن أنت ما تدنش، وتديك الإمكانية أن أنت تسامح من قلبك، وتديك الإمكانية أن أنت تدي أكتر ما من أكتر حاجة عندك. وكمان لدرجة بولس الرسول يكلم أهل كرونس بيقول كده: أعطيتم فوق الطاقة، يعني اديتم فوق طاقتكم. طيب وبعدين لو سمعت الكلمة ربنا وسكنتها جوه قلبك وعشت بيها في حياتك، بتبتدي تنال البركات وتنال هذا العمل المعجزي، ان تبتدي تبقى حياتك شبه المسيح. ويقول كده الكتاب: ليتصور المسيح فيكم، يبقى زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. يعني يبتدي يبقى نظرة عينك نظرة عين روحانية، كلمة لسانك كلمة مقدسة، أفكار قلبك حتى لو ما فيش حد قدامك تلاقيها كلها قداسة وكلها طهارة وكلها نقاء. اللي بيسلم حياته لكلمة ربنا وبيغرس كلمة ربنا في قلبه، يقول كده الكتاب: لتسكن فيكم كلمات المسيح بغنى. كلمة الكتاب المقدس لما تسكن في الواحد بغنى، بتصنع فيه عمل صالح، بتغير حياته، بتغير في صفاته. فتبصوا تلاقوا الواحد بعد ما يقرأ شوية في الكتاب المقدس يحس ان قلبه بقى طيب اكتر من الاول، يلاقي عينه بقت اطهر، يلاقي نفسه بقت شبعانة. بعد ما كان بيشتهي حاجات كتيرة يلاقي نفسه بقت شبعانة. وداود النبي كده يقول له: ده أنا وجدت كلامك كالشهد فأكلته. من كتر ما شبعت بكلمتك أصبحت في حاجات كتيرة ما تفرقش معايا، لأن كلمتك هي اللي بقت لي طعامي وشرابي النهار والليل. ومش ممكن اللي يداوم على قراية كلمة ربنا واللي يركز معاها ويحاول يعملها تجيله حالات فتور، لأن بيقول له كده: عند لهجي تتقد في النار. يعني أول ما بعيد في كلمة ربنا وأقعد ألهج فيها تتقد في النار، تبص تلاقي فيه حرارة روحية كده امتلكت القلب، وبتخلي الواحد عايز يسلك في طريق ربنا، تخلي الواحد عايز يعمل خير أكتر، عايز يحب ربنا أكتر، عايز يقف يصلي أكتر، عايز يقدم للناس وسائل أكتر أو راحة أكبر. وهو ده عمل كلمة ربنا في حياتنا. كلمة ربنا بتشاور للإنسان على ضعفاته، وبتشاور للإنسان على مجال القوة اللي ياخده منها. كلمة ربنا بتعرف منها وعوده، وبتعرف منها وعيده، بتعرف منها وعوده اللي بيوعدك بالحياة الأبدية وبالحياة النقية والسماء اللي ما فيهاش دموع ولا حزن ولا كآبة، موضع هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور القديسين. وكمان بتدي لك وعيد ان انت بتعرفك ان الانسان اللي ما بيعملش بالكلمة وما بيعيش بحسب الوصية بيكون ليه مكان معد لإبليس وجنوده. فكلمة ربنا هي اللي بتحسك على عمل الخير والصلاح، وهي اللي بتعرفك طريق الضلال. وعشان كده يعرفها في المزامير داود النبي يقول له كده: سراج لرجل كلامك ونور لسبلي. هي الكلمة اللي بتنور لي الطريق. من كتر ما حبها بولس الرسول يقول كده: كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يعني كلمة ربنا قوية جدا، تقدر تدي الإنسان قوة ومعونة ونصرة في حياته، ويقدر لو اتكل على كلمة ربنا وعمل اللي ربنا بيقوله عليه يمسك بالحياة الأبدية. ودي الوصية اللي قالها بولس الرسول، بيقول له: امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، عاكفا على الكلمة،
على الكفن انه يقعد يقرا ويدرس في الكتاب المقدس عشان يكون ليه باخلاصه في دراسه الكتاب المقدس يكون ليه سلوك روحي حلو. ودي اكتر حاجه بتعود الانسان ان هو يعرف ايه الحاجه اللي ترضي ربنا فيعملها وايه الحاجه اللي تغضب ربنا فيبعد عنها. اللي بيسمع لكلمه ربنا كتير يبقى عامل زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه، تبصوا تلاقوا دايما أرضه رية ودايما يدي ثمارها في حينه، وتلاقيه في فرحته يقف قدام ربنا وهو بيقول له يا رب ده أنا هكتب أعمالي طبقا لأقوالك. أنا مش ممكن أعمل أي عمل إلا ما يكون مسنود بآية من آيات الكتاب المقدس. طب وانت بتعرف منين آيات الكتاب المقدس؟ من كتر قرايتي فيها واعتمادي عليها وطلبي ان ربنا يشرح لي، لدرجة ان كان الاباء القديسين اما يتعبوا في فهم الايات كانوا يطلبوا من ربنا فيبعت واحد، مرة بعت له موسى النبي واحد مرة بعت له ارميا النبي عشان يعلمه ايه الاصحاحات او ايه الايات اللي هو مش عارفها. اللي بيطلب كلمة ربنا وبيسمع لكلمة ربنا وبتسكن في كلمة ربنا بيكون إنسان مختلف، لأن أصبح فكره كله مشبع بكلام ربنا، فيقدر يقف يقول مع بولس الرسول أما نحن فلنا فكر المسيح. أصبح تفكيري مختلف مش زي بقية الناس اللي في العالم. ربنا يدلنا إن إحنا نسمع لكلماته ونسلك في صفاته ويكون لينا بحسب إرادته نعمة وقوة إن تسكن فينا كلمته بغنى، نولد منها كل يوم ثانية، لأن الكلمة دي هي اللي قومت لعازر وهي اللي شافت المفلوج وهي اللي طهرت الأبرص. هي كلمة ربنا دي القادرة إن تقيم الإنسان من موت الخطية، زي ما تقال في إنجيل يوحنا 5: تأتي ساعة حين يسمع فيها الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. اللي يسمع لكلمة ربنا حتى وإن كان مات بالخطية ممكن يقوم مرة تانية. ربنا يدلنا إن إحنا تسكن فينا كلمته بغنى، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.